بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله موضوع التريجرز. عندنا أنا نتكلم عن تريجرز أوبشنز. في عندنا possible events include، واحنا زي ما قلنا اللي هو التريجر عندنا event واللي هو الكونديشن والأكشن. بالنسبة للإيفنتس طبعا ممكن تكون اللي هو insert وديليت وابديت. طبعا insert on table، delete on table، وفي عندنا اللي هو update للكولون أو التابل. Okay, so we can look at the attributes or the whole table. بالنسبة للتريجر عندنا two levels. إما بنتكلم على الليفل بتاع الروز أو بنتكلم عن table ككل statement. Okay. طبعا هنا على السريع أنا رو إذا كان عندي عدد محدد وقليل من الروز modified. Okay, we use اللي هو level row. لكن إذا كان عندي عدد كبير لا اللي هو statement level. أوكي هنشوف إن شاء الله example. بالنسبة لل timing، ال action can be executed after or before the triggering event. أوكي يعني هل هنعمل ال action قبل ولا بعد أوكي ال event؟ هنشوف إن شاء الله example. أوكي الحين اللي هو transition variables. الحين زي ما قلنا احنا بدنا نعمل اكشن على ايفنت صار، بيعتمد بدنا ناخد بعين الاعتبار اللي هو الاولد روز وايش النيو روز بيصير فيها. يبقى الحين بالنسبه للديتا بيس مانجمنت سيستم بيعمل الشغلات هاي فيرتشوال، فبصير عنده اللي هو فيرتشوال اولد رو اللي هو ذا موديفايد رو بيفور ذا تريجرنج ايفنت، بعدين ايش النيو رو، الرو اللي بيصير بعد الايفنت، وعنده اللي هو الاولد تيبل اللي هو الفيرتشوال تيبل اللي هي اللي بتحتوي على الموديفايد بيفور تريجرنج، والنيو تيبل اللي بعد اللي هو التريجرنج. يبقى الاربع شغلات دول بيجهزهم اللي هو الداتا بيس مانجمنت سيستم. طبعا مش كلهم لازمات، not all of them make sense all the time. على سبيل المثال after insert statement level triggering can be only used in on a new table. اوكي okay. الحين اذا قلت انا after اوكي okay، معناته بدي اعمل بعد، ما دام بعد بدي استخدم اللي هو ايش النيو تيبل. اذا قلت before اوكي okay، معناته بتكلم عن الاولد روز. يبقى اي حاجه after معناته هتكلم على النيو اوكي okay، واي حاجه before بتكلم عن اللي هو ايش الاولد. اوكي نشوف هنا اللي هو statement level triggering. احنا شفنا بالاكزامبل هذا اللي هو رو ليفل، انا عملت له كوبي هنا عشان نقارنه مع اللي هو statement level. اوكي الحين احنا على statement level زي ما قلنا هنا عندي نفس الشيء، بعمل اللي هو التريجر بعطيه نيم، واللي هو الكونديشن عندي اللي هو after update of bob new user نفس الشيء، after update of بوب انه يوزر هو نفس الايفنت عندي اللي بطلع عليه. الحين ايش عندي انا هنا؟ قلنا في الرو ليفل ريفرنسنج اللي هو النيو رو، يبقى انا هنا بقول للديتا بيس مانجمنت سيستم بدي اللي هو الاكشنز بتاعتي هاي تاخدها بعين الاعتبار از روز اوكي، يعني التابلز تبعات اللي بحصير عليها التغيير اوكي. يبقى referencing new row as new user، يبقى كل روز اللي affected من الايفنت هاي هسميهم new user. طبعا هنا هاي لها معنى اذا عدد الروز قليل اوكي، اذا عدد الروز كبير لا بصير اللي هو statement level اعلى احسن، انه انا بطلع كل التيبل مره واحده. هاي will be executed هي for each row، لك هيعمل loop على كل الروز اوكي، بينما هنا لا هيطلع على التيبل مره واحده كلها يعملها ايفالويشن مره واحده. يبقى انا قلت ريفرنسنج نيو تيبل از نيو يوزر. اوكي يبقى هنا ستيتمنت ليفل بتكلم عن كل التيبل، انا لا بتكلم عن رو رو. اوكي الحين فور ايتش ستيتمنت لكل ستيتمنت اللي هو ابديت عندي هتصير هنا. اوكي ديليت فروم ممبر بحتشيل انا من الممبر، وير اللي هو الجروب اي دي از جيسيكا، and اللي هو اليوزر اي دي ان سيلكت يوزر اي دي فروم نيو يوزر وير بوب اقل من 5 صفر 5 اقل من 5. طبعا الايفكت هو هو، لكن كيف انا عملت الشغله؟ انا عملتها اللي هو
عملت ايفالويشن للتيبل ككل. اوكي انا لا لكل رو، اوكي لكل رو عملت له تشيك، هل هو الرو اقل من 50%؟ وفي الجروب بتاع جيسيكا شلته، اوكي هيصير له بعد كل رو. بينما هنا مره واحده عملت ايفالويشن، شفت انا اللي هو وين اليوزر اي ديز اللي عندهم اللي هم اقل من 5 وهم موجودين في جيسيكا، اوكي يبقى عندهم كلها مره واحده شلتهم من هنا. اوكي يبقى هنا مره واحده شلت كل الاشخاص، وهنا لا رو باي رو شلت واحد واحد. اوكي بيفور تريجر اكزامبل. الحين مثلا بدي اعمل انا تشيك قبل ما اعمل اللي هو التغيير. مثلا على سبيل المثال انه العمر ما بينقصش، اوكي العمر دائما كل يوم الانسان اكبر من اللي قبله، فلا يمكن العمر يرجع لورا. اوكي عندي انا في التيبل هاي اللي هو الايج. اوكي الحين احنا بدنا نعمل تشيك قبل اللي هو ما نعمل الاكشن. يبقى انا قلت له كريت تريجر، سميت التريجر هاي بفور ابديت، قبل ما تعمل ابديت اوكي اوف ايج اون نيو يوزر اون يوزر. اوكي يبقى قبل ما تعمل ابديت لا اللي هو الاتريبيوت ايج على في التيبل يوزر ايش يساوي؟ الحين ريفرنسنج اولد رو از او، يبقى الحين الاولد رو الرو اللي موجود سميه او، النيو رو سميه ان. يبقى الحين صار عندي زي ما قلنا احنا داتابيس بيعمل الحاجات اوتوماتيك، بيعمل كريشن للاولد والنيو روز والتيبلز اولد والنيو. الحين فور ايتش رو لكل رو افكتد بالتغيير وين ان ايج، اذا الايج الجديد اكبر من الايج القديم اوكي ست اللي هو النيو ايج بيساوي الاولد ايج. اذا النيو ايج اصغر من الاولد ايج مش ممكن، معناته في خطا عندي، معناته بدي اخلي انا الايج زي ما هو. اوكي بدي اخلي النيو ايج بيساوي الاولد ايج، يبقى هاي بفور تريجرنج. اوكي اوكي يبقى بفور تريجرنج هنا انا عملت تشيك انه هل الداتا اللي بده يصير لها ابديت صحيحه ولا لا. اذا صحيحه معناته حتضل، مش صحيحه معناته لا بدي اعود انا اخلي القديمه. اوكي another option اللي هو to raise an error. اوكي انا هنا عملت خليت العمر زي ما هو اوكي بدون ما اعطي اي اكشن. اوكي لكن هنا لا يمكن انت تعطي كمان تعمل raising the exception اوكي وتقول انه هنا في خطا. statement versus row زي ما قلنا both are needed. certain triggers are only possible at state level، على سبيل المثال زي ما قلنا عدد كبير من التغييرات مره واحده اوكي ف مش معقول نمشيهم row by row اوكي كلهم مره واحده. بينما اللي هو for low level triggers are easier to implement، اسهل للimplementation. اوكي statement level triggers require significant amount of state by maintained in old tables and new tables. اوكي لانه هنا بتعامل مع كل التيبل مع بعض، اذا كان كل تيبل ككل يعني اذا كان عدد الروز اللي افكتد قليل ليش انا اعمل كالكوليشن على كل التيبلز؟ اوكي لا اوكي بتطلع على الروز هاي فقط، لكن اذا كان الروز كبير لا هصير مشكله يعني بتطلع على التيبل ككل، يصير التكلفه بتاعت الكالكوليشن بتاعت التيبلز ككل اقل من اللي هو اللوب على اللي هو الريكورد سايد. اوكي اوكي ريكيرسيف فايرنج اوف تريجرز. الحين طبعا في ممكن واحد يعملها انه تريجر يعمل فايرنج لاذر تريجر. اوكي صار عندي ايفنت بيست على الايفنت هاي صار عندي ايفنت ثاني. اوكي طبعا في من اكزامبلز، مثلا خلينا نقول انا على حكايه الاسهم مثلا اذا صار عندي سعر السهم الفلاني 50 دولار بيع ل 100 سهم اوكي وشوف السهم الثاني من الشركه الثانيه اذا صار نزل عن 20 دولار اشتري لي كذا كذا، يبقى عندي سلسله من الايفنتس من التريجرز اللي بدها تصير فايرنج بعد ورا بعض. طبعا هي الشغله الحقيقه ممكن تكون تعمل مشاكل اوكي على سبيل المثال جيت ان انفينيت لوب، عشان هيك الداتا بيس مانجمنت سيستمز
يتعاملوا معها بحذر، حاطين لها كونسترينتس. مثلا في البوست جريس اس كيو ال، هاي الادمنستريتور بتاع الداتابيس هو اللي عنده الصلاحيه قديش يحط الليفلز بتاعت التريجرينج. اوكي، في الاوراكل عنده ريستريكشنز اعلى، هو محددها من عنده. في الدي بي عنده لحد 16، الليفل بتاع 16 تريجرينج ممكن تعملها. طبعا المقصود من الحكي هذا كله انه انا قبل ما اعمل التريجرينج او خلينا نقول ريكيرسيف تريجرينج، بدي اشوف كيف اللي هو تعمل كونفيجريشن. في البوست جريس سكوال انت بدك تعملها نفسك، تحدد الليفلز. في الاوراكل بدك تشوف قديش هو محدد عندك، او اذا كان في عندي اوبشنز ايش اختار منها. وكيف الدي بي 2 عندك لحد اللي هو 16. اوكي، هيك بنكون خلصنا اللي هو موضوع السكوال، وان شاء الله نكمل محاضرات قادمه ثانيه ان شاء الله.